وين كنتوا؟ ما تأخذنا، تأخرنا عليك. خد عداد البنزين تبع السيارة معطل، صلحوه أول شيء. ماشي معلم. تعرفوا وين بدكم تاخدوها بعدين؟ ما ايه أكيد إن شاء الله. خد خبروني وقت اللي بتسلموها. حاضر معلم. حاضر. سلام. ها إجا بابا. ايه مثل ما راح مثل ما إجا. ايه علينا بابا. لوين؟ عجهنم الحمراء. يلا الله معي. استنى استنى. لا احمد لا تاخذها. لا احمد لا تاخذها ان شاء الله. بس انا ما بدي اعطيك اياها بابا. ماشي يا احمد انا بفرجي. حلو عني، روح من خلقتي. لك حتى برات البيت ما بخلص منكم، بيضلوا بينقوا كل الوقت، بدهم مصاري مصاري مصاري. ما حدا فيكم بيسال عني. ما بتقولوا هالزلمة شلون قدران يصرف على 6 أولاد من راتب واحد؟ بدي روح وهج مشان ما حدا يطلب مصاري. انت بتعرف قديش انا واخواتي بالشهر عم نصرف؟ شو قديش عم تصرفوا؟ 8000 ليرة. لميس بتحط 5000 وانا وحكمت كل واحد 1500. ايه. انا بعطي دروس بعد الظهر وحكمت عم يشتغل بالمحل، واختي ما بتشتري شغلة إلها، وهذا لسه ما حسبنا لا المي ولا الكهرباء. ايه طبعا لازم تشتغل. شو انا بدي اصرف على هاي العيلة لحالي؟ لك يا ابني فهم، كيف بدي اصرف على 6 أولاد من هالراتب هاد؟ بس انت بتصرف راتبك بالقهوة وما منشوف منه شي. فو هالشغلة اللي عم بنبسط فيها حسدتوني عليها؟ مرتضى هو اللي عم يخبركن عني؟ ما بورجي شو رح ساوي. رح روح على قهوة تانية واتركه. على اي قهوة؟ رح روح على قهوة شكري. ما بيخلوك تفوت عليها. بروح على قهوة مصطفى. وهنيك ما بيخلوك. مرتضى ما دخله، لا تغير الموضوع. أنا كل يوم بالليل بفتش جيوبك ايه وما بلاقي شي. يا حقير روح من هون، لا عاد تورجيني وشك. الله يلعنك. شنتاية ليلاس مو؟ ايه شنتاية ليلاس. شو بدها؟ هات شنتايتها للبنت. خذها. روح من خلقتي. تحرك بسرعة أحسن ما كسرك تكسير. يلا نقلع من وشي. معقول هالحكي؟ بآخر عمري ابني الفصعوني بهدلني هيك؟